ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فقرتنا المميزة جدا، فقرة مدام حبوبة. مدام حبوبة بنعرف منها معلومات ونصايح هامة جدا للشعر، اتعودنا منها في كل حلقة انها بتدينا معلومات مميزة جدا جدا عن كيفية العناية بالشعر، سواء جفاف الشعر او هيشان الشعر. وهنتكلم النهاردة عن معلومات هامة عن الماسكات المنزلية والزيوت وطبيعة نوع كل شعر، والناس كمان اللي بتعاني من مشكلة ان شعرها خفيف من قدام وتقيل من ورا ومشاكل تانية كتير خاصة بالشعر. اهلا بيكي مدام حبوبه. اهلا بيكي افتحي الستات. اهلا بيكي يا مدام حبوبه، وبجد منورانا النهارده في الاستوديو. وحابه اعرف من حضرتك بقى في البدايه كده عن يعني ايه مسامية الشعر. مسامية الشعر دي اللي هي اللي مسؤوله عن ان الشعر يحتفظ بالرطوبه والميه جوه الشعر، يعني الشعريه تفضل محتفظه بالرطوبه والمرطبات، يعني اللي انا بحطها لها والميه. طيب بعد اذنك يا منى، بعد اذنك يا مدام حبوبه هرجع لسؤال تاني مسميه الشعر، بس خليني اخد مدام سالي من المنصوره. مساء الخير يا مدام سالي. اهلا، مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اهلا بيك يا مدام سالي. منوره مدام حنان وكل اللي معاكي منورين، ومدام شوقي منوره، كلكم منورين بصراحه. ربنا يا حبيبتي بنورك. اتفضلي ليكي سؤال لمدام حبوبه. لا انا ابدا احب بس اشارك في يعني برايي في الفقره اللي قبل كده اللي هي عن الرجاله. يا ريت يعني الراجل او يكون يعني او يكون مثلا تقدري ازاي انك تعاملي جوزك او يكون في تفاهم بينكم. يعني انا بس رايي نصيحه صغيره كده لكل الستات، يعني حاولي دايما تكوني متجدده، لان اكتر حاجه بيكرهها الراجل الروتين. يعني اكتر حاجه بيكرهها الراجل الروتين، يعني دايما حتى شوفي حتى لو هو بيحب حاجه مش هيفضل يحبها على طول غيره. لو هو حتى في مشكله عنده من حاجه برضه حاولي بقدر الامكان انك تتجنبيها. خليه حتى لو هتغيري حاجه في البيت صغيره، هتغيري حاجه في شكلك، حاجه في المطبخ، حاجه في هدومه، تفاجئيه مثلا بهديه صغيره. حلو قوي. دايما ان 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 انت مشاركه معاه في الحياه كل يوم حياه جديده. صحيح. كل اطيافها يعني، يعني مشاركه في مش مجرد مشاركه بس في البيت او مع الناس. صحيح، يكون في اطلاله جديده سواء في الشكل او في البيت او في طريقه التعامل كمان. بالظبط. الراجل كمان بيحب قوي تكون الست مشاركاه كمان حتى في ذوقه في اختيار حاجاته. صحيح. يعني هو بيفرح قوي لما انت تجيبي له ساعه، قميص مثلا، اي حاجه، بيفرح جدا، بيحس ان انت بتشاركيه حتى في ذوقه في اللبس. صحيح. فده مشاركه بيسعد الراجل وبيحسسه ان انت مهتمه. وبعدين خليكي دايما على تواصل معاه، يعني هو شوفي بيفكر ازاي، مثقف شويه، تقدري انت كمان تكوني على تواصل معاه. فدي من اكثر الحاجات اللي بتقرب. نصيحه جميله جدا يا مدام سالي. ميرسي ليكي يا مدام سالي، ميرسي على مشاركتك. بنشكرك يا فندم. ميرسي ليكي. اتفضلي يا مدام حبوبه، كنا بنتكلم عن مسامات الشعر. عن مسامات الشعر. المسامات الشعر دي الشعر يعني في قشور، الشعر نفسها فيها قشور. القشور دي عامله زي قشر السمك كده، القشر جاي على بعضه. لما بتتفك القشور دي من بعضها هي دي المساميه، اتفكت قوي او اتفكت نص نص او اتفكت او مش مفكوكه اصلا. هي عوامل الجو بتكون مؤثره في الموضوع؟ ده عوامل كتير، ده عوامل كتير بتاثر في المساميه. المساميه ثلاث انواع، مساميه بتبقى منخفضه او مساميه متوسطه او مساميه مرتفعه. المساميه المنخفضه اللي هي بتبقى الشعرايه ما بتقبلش، يعني ما بتقبلش المرطبات، الماسكات اللي انا بعملها، حمامات الكريم، حمامات الزيوت، ما بتقبلش قوي، ودي ليها طبعا معامله خاصه. المساميه المتوسطه ودي بتعتبر من احسن انواع الشعور بصراحه، لان هي بتاخد بطريقه معتدله المسكات الشعريه، بس بتاخد بطريقه معتدله وما بتفقدهاش بسرعه. تمام. ما بتطلعهاش تاني. ممتاز. المسامير المرتفعه ودي برضو من يعني من سبب الشعر لما يبقى تالف، يعني تبقى مسميته مرتفعه، لانه بياخد بسرعه وكمان بيطلع بنفس بسرعة. السرعه. الشعر اللي مسميته منخفضه ده بتلاقيه اللي هو ما بينشفش بسرعه. اللي هو لما تبليه، لما تاخدي الشاور ما بينشفش دهني بسرعة. يعني اكتر الوقت ممكن. لا مش دهني. دهني. دهني او مش دهني ده موضوع تاني. بس هي الفكره ان هو ما بينشفش بسرعه، لانه هو حابس الميه جواه. لا انا حابه افهم منك النقطه دي يا مدام حبوبه. اتفضل. بس خليني اخد وفاء من القاهره. اوكي. اهلا يا وفاء، معانا على الهواء. مساء الخير يا وفاء. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضلي ليكي سؤال لمدام حبوبه. مدام وفاء من حضرتك. اتفضلي. سامعينك. اتفضلي يا مدام وفاء. حبوبه منوره الدنيا والله. ميرسي حبيبتي، ميرسي، ربنا يخليكي. اتفضلي. عامله ايه يا مدام حبوبه؟ الحمد لله. اتفضلي ليكي اي سؤال يا استاذه وفاء. حضرتك
ومنوره البرنامج والله. ربنا يخليكي مدام وفاء. ليكي سؤال لمدام حبوبه؟ ايوه بقول لحضرتك شعري ايوه معاكي حضرتك. سامعاكي اتفضلي. بقول لحضرتك شعري بتساقط على طول. تمام. فايه الحل ايه؟ تساقط الشعر. طيب حاضر. ليكي سؤال ايه مدام حبوبه خاص بسن بحاجه معينه ب... لا هو اصل تساقط الشعر ده انت مبدئيا لازم تعرفي ايه سببه. طيب يعني هنرد عليكي حالا. ميرسي ليكي يا مدام وفاء. يعني هي لو حامل وبترضع شعرها هيحصل له نسبه تساقط، لو بتاخد دواء هرمونات هيحصل نسبه تساقط، لو عندها خلل في الغده الدرقيه حاجه في الغده حاجه في الكبد بتاخد دواء هرمونات لاي سبب منع حمل، الدواء المنع الحمل بيسبب التساقط. يعني في اسباب فيزيكال برضو تؤدي لتساقط الشعر. طبعا الاستخدام الكيميكال الحاجات الكيميكال على الشعر بالظبط بطريقه غلط بيسبب تساقط. الشامبو والبلسم او حمام الكريم مش لو مش مظبوط بالظبط يسبب تساقط. فلازم تعرفي ايه السبب. لو السبب عضوي انا انصحك ان انت تاخدي حاجه تساعدك مع الحاجات اللي انا بساعد بيها نفسي الخارجيه، علشان طول ما انا عندي المشكله داخليه مش هينفع ان انت تحلي، مش هيتقبل اللي انا بعمله بره ده مؤقت. لكن يعني اهم حاجه البحث عن السبب لمعرفه اسباب سقوط الشعر والتوجه للعلاج. بالظبط. طب معانا كمان معانا من اسكندريه، معلش ما خدتش بالي بالاسم، مين؟ نجات. اهلا يا نجات اتفضلي. عندي بنتي شعرها من نوع فعلا ما بيستقبلش اي حاجه، جربت حاجات غاليه حاجات رخيصه زيوت كل ما بيستجبش فيها. هي بنت حضرتك عندها كام سنه؟ تمام. بنت حضرتك عندها كام سنه؟ عندها 18. 18. طيب تمام. انت جربتي الحاجات دي وشعرها ما قبلش صح كده؟ لما قابلش اي حاجه بدرجه يعني زهقت، وعندها القشره اللي هي المرضيه اللي هي ما بتطلعش. يعني عندها قشره اللي هي ماسكه في المسامه ما بتتشلش خالص. تمام. وشعرها طبعا هايش. هايش على طول يعني ناشف وزيت الاطراف الشعر. طيب مهما تقص مهما بتعمل هو هو. تمام. طيب هنرد تمام. عليكي حالا. ليكي سؤال تاني يا مدام حبوبه ليها؟ لا 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 خلاص هنرد على السؤال. انا طب ميرسي على اتصالك وهنرد عليكي حالا. اتفضلي يا مدام حبوبه. دلوقتي هو مبدئيا انت بنتك مسام شعرها منخفضه، دي المسام المنخفضه. انت بتحطي لها بتجربي لها حاجات كتير وبتعملي حاجات كتير شعرها ما بيقبلش، انت بتعمليها غلط. يعني بتطبقي الحاجات دي على شعرها غلط. بنتك مبدئيا لازم هي تكون غاسله شعرها كويس، تحطي اللي انت عايزه تحطيه، تحط تلفي شعرها بال 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 بالكاب بالكاب البلاستيك او وات ايفر ايه هو، وتقعد تحت البرو كاب او يا اما بفوطه وتسلط السشوار. مش هيقبل شعرها مش هيقبل حاجه غير بالطريقه دي. ليه في قشره؟ لانك انت بتحطي الحاجه اي حاجه دهنيه انت بتحطيها بتتكتل على الفروه، الشعر ما بيشربش حاجه صحيح. فطبعا بيحصل انها بتسد. الصوره اللي معانا يا مدام حبوبه حضرتك شايفه الصوره اللي معانا دي بتوضح مساميه الشعر. الصوره دي هي دي ده معنى بالظبط مساميه الشعر. يعني اول واحده اللي هي اللي على اليمين دي المساميه المنخفضه، بعد كده اللي في النص دي المساميه المعتدله، والقشور لما فكت خالص بقت دي هي دي المساميه المرتفعه. شعر تالف جدا. دي شعر تالف قوي. طيب ناخد ام كريم ونرجع تاني نتكلم عن مساميه الشعر. مساء الخير يا ام كريم. مساء النور. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله. مدام حبوبه معاكي ليكي سؤال. يا حبيبتي بصي يا دكتوره انا شعري بيقع وضعيف، حتى وانا باخد شوق بيقع كده، وانا في الحمام كده بيقع بطوله كده. وعندي بنتي عندها سنه شعرها كله قشر، شعرها طويل وتقيل بس كله قشر، والقشره كبيره. تمام. بتستعمل زيت بوديكا وانا بستعمل زيها، بس انا مش عارفه شعري ده من ايه. حضرتك انا غالبا سن... يعني طيب حضرتك سنك كام سنه؟ انا عندي 40 وبصي 11 سنه. 11. اوكي اوكي ميرسي ليكي هنرد عليكي حالا. ميرسي ليكي. صغيره قوي. اعتقد مشكله الزيوت بقى حضرتك ما بتنصحيش بيها يا مدام حبوب. طبعا. طيب طبعا هي المشكله في بنتك. خليني اقول لك المشكله. طيب ناخد دينا لسه. ونرجع لمره ثانيه للسؤال. اوكي ناخد دينا. اهلا بيكي يا دينا اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. نوريني الشاشه يا جماعه والله. ربنا يخليكي يا فندم. ازيك يا مدام حبوبه؟ اهلا يا حبيبتي اهلا وسهلا. مدام دينا عندك سؤال اتفضلي. بقول لحضرتك عايزه اعرف بس حكايه مثلا لما شعري ناشف ومش بيقبل اي حاجه على شعري. تمام. ما بيقبلش اي زيوت اي حمامات كريم بتعمليها؟ قصدك ما بيقبل بتعملي وما بيقبلش؟ لا لا خالص. تمام.
ماشي وبيقع جدا. تمام ماشي اتفضلي تابعيني بس. نفس الرد. ما جربتي وشعرك ما بيقبلش هتعملي بطريقه انت بتعمليه بطريقه غلط. لازم تعمليه. والشعر اللي مساميته منخفضه يا جماعه اللي بيحط حاجه على شعره وما شعرك ما بتقبلش، جربتي مره وجربتي اثنين وثلاثه شعرك ما بيقبلش، لازم تعملي بالطريقه، لازم تعرضيه لحراره من حوالي ثلث ساعه وبالبروكاب او بفوطه وتعملي السشوار، اي حاجه هتحطيها على شعرك غير بالطريقه دي مش شعرك مش هياخدها مش هيقبلها. طب هو مش الاستشوار المفروض اي استشوار بيرهق ما انا بقول ايه فوطه فوطه يعني مبلولة. هو الحراره ما تبقاش مباشره لا لا مش أوكي. حراره ولا البروكاب ما هو مش مباشر، انا برضو لابسه تحتيه بونيه تمام الحراره المباشره لا، بس هي الفكره ان انا بزود المده. يعني الحراره في ان انا اعمل لو في الشعور اللي بتقبل ممكن برضو اعمل لها السخونيه دي بس بقعدها 10 دقائق مش اكتر، انما في حاله المساميه المنخفضه الشعر اللي هو العنيد يعني اللي ما بيقبلش اي حاجه ده لازم اعرضه يعني لحراره غير مباشره بالظبط يعني حراره غير مباشره وتكون الوقت اطول ثلث ساعه نص ساعه الكلام ده تعمليه مرتين في الاسبوع الموضوع هيختلف تماما. تمام طيب مع الغسيل طبعا مع الغسيل بالشامبو يكون كويس زيرو. المفروض بغسل شعري تقريبا كم مره في الاسبوع شامبو؟ الشامبو مرتين في الاسبوع لكن الحمام الكريم كل يوم لو بتغسلي لو انت عايزه تغسلي شعرك كل يوم اغسليه كل يوم بحمام الكريم ما عنديش مشكله بينظف على فكره. كنت لفت نظرنا قبل كده يا مدام حبوبه عن استخدام زبده الشيا للشعر وفوائدها. تمام اتفضلي. بصي زبده الشيا دي من يعني من اكتر الحاجات الممتازه ممتازه ممتازه في الشعر والبشره على فكره يعني من الحاجات الاكتر من رائعه. هي زبده الشيا دي ده نبات بتبقى في الغابات الاستوائيه يعني من غانا وكده. فزبده الشيا دي انواع. زبده الشيا للشعر تحديدا مش كل الشعور ينفع عليها زبده الشيا بس لازم يتضاف عليها حاجه. من احد الحاجات الغلط جدا ان انت يبقى في ايدك زبده الشيا وتعمليها لشعرك وتقولي لي حبوبه ما جابتش نتيجه ما بيقبلش على بروتين او الاول اللي مساميته الشعر اللي عندنا زبده الشيا يا مدام حبوبه ده النوع الاصلي اللي هو الاصلي منها او التقليد هي زبده الشيا بتيجي ثلاث الوان يعني بتيجي البيج وبتيجي العادي اللي هي الفاتحه وبتيجي يعني ممكن شويه تبقى اصفر بس مش الاصفر الغامق الاصفر الغامق دي مش طبيعي على طول دي على طول متضاف لها زيوت. الالوان دي اللي الشجره بتنزل بيها يعني هي بتيجي كده اللي هي العادي الفاتح يعني. طب انا هعرف ازاي نوع وطبيعه شعري؟ تعرفي نوع ايه؟ نوع زبده الشيا مع طبيعه شعري مناسبه لطبيعه شعري ولا لا؟ بصي انا هقول لك على حاجه، في حاجات على النت منتشره جدا عن اختبار مساميه الشعر كتير. انا اللي هي تجيبي الكوبايه انا يمكن جايبه صوره ليها معايا اللي هي تجيبي كوبايه وتحطي فيها شعرايه من شعراتك وانت بتسرحي، لو الشعرايه طفت يبقى انت كده مسام منخفضه، لو نزلت في النص تبقى مسام متوسطه، لو في قعر الكوبايه تبقى المسام مرتفع. الكلام ده ملوش يعني مش صح قوي. اكتر حاجه انت تقدري تعرفي بيها شعرك انت بنفسك ممتاز. شعري بيقبل او ما بيقبل، جربت مره واثنين وثلاثه ما بيقبلش يبقى انا منخفضه، لا بيقبل بس يومين ثلاثه وبحتاج اعمله تاني يبقى انا متوسطه، لا عملته وبكره كاني ما عملتش حاجه يبقى انت مساميه مرتفع اللي هو خد وفقد في نفس الوقت. بنشكر حضرتك جدا مدام حبوبه وان شاء الله اكيد لينا لقاءات اخرى ان شاء الله. التليفونات اخذت وقت الفقره كله مدام حبوبه ان شاء الله لقاء الاسبوع القادم ان شاء الله. خلصت فقرتنا النهارده ولكن ابقوا معنا مع فقره سهى وايمان ان شاء الله فقره تعجبكم تكون جديده من نوعها.